حياكم الله من جديد في الكويت اليوم. سجلت المحاكم في الفترة اللي فاتت العديد من القضايا اللي ارتكبها متهمين بحق أقاربهم، وهو أمر يعد سابقة في مجتمعنا جرائم الأقارب بحق بعضهم. فهذا موضوع رح يكون حوارنا التالي مع ضيفنا المحامي عبدالله ضعيان. صباح عليك بالخير. الله يصبحك بالخيرات ويسلمك ويعافيك. صباح الخير. صباح النور. في بعض القضايا ممكن تكون شوي معقدة، لكن حاليا بنعرف وتحديدا اليوم يعني في قضية الأب يعني بحق ابنه، هل ينظر لها القانون أن هذه تعد جريمة؟ شوف، الأب بحق ابنه أو أب للأب له حق على ابنه، حق التأديب، يعني هذا متعارف عليه سواء في الشريعة أو في القانون، ولكن إذا تجاوز هذه الحدود، حدود التأديب، نعم يعاقب، ولكن القانون ينظر لهذه الأمور بعين الاعتبار. يعني القاضي حين تتحل القضية للمحاكمة، القاضي ينظر لها بعين الاعتبار مهما يكون هذا أب، والأب هذا في يوم من الأيام لما يأكل ابنه هو اللي يشبع، ولو يستبرد ابنه هو اللي يحس، يعني دوما الفضل.